كما كتشوفوا معنا اخوتي امطار غزيره في اي مكان. الحمد لله والشكر لله بالنعمه ديال سيدي ربي. امطار غزيره في مدينه اكادير اليوم الاثنين، اسبوع البدايه ديال الاسبوع موفقه وناجحه 100%. شوفوا تبارك الله، امطار غزيره، عاصفه رعديه مجهده. تبارك الله تبارك الله، اجواء ممطره في مدينه اكادير. اخيرا اخوتي، اخيرا امطار غزيره جات لاكادير. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هادشي رائع جدا. نتمنوا بالنفع ونتمنوا ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنوا. امطار غزيره في مدينه اكادير، ايوا ان شاء الله يكون خير، نتمنوا المزيد ان شاء الله. كما كتشوفوا حيت الطريق راكم عارفين الطريق فيها الماء فيها الشتاء، يكون خير. المهم خرجنا باش نشاركوا معكم الاجواء ممطره خاص في مدينه اكادير. ونتمنى الاعجاب ديالكم، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. امطار غزيره باقي مستمره تماما، كل ما كان فيه الشتاء كل ما كان فيه امطار غزيره عاصفه رعديه كما كتشوفوا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. دابا نحيدو هذيك كما كتشوفوها قبيله، دست واحد العاصفه رعديه واعره تماما. باش نكونوا واقعيين، وهاد العاصفه رعديه غادي تستمر من هنا بعد تقريبا 24 ساعه، يقدر غادي تستمر غدا بد غدا. اذا امطار غزيره مستمره. شوف 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 اخوتي، شوف تبارك الله. شوف شوف شوف. السلامة 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 السلامة. أمطار عاصفة رعدية بسرعة، نتمنى وإن شاء الله يكون خير. شوف الأرض، سمعوا سمعوا، والتبروري أخوتي التبروري. الله الله على الشتاء، يا ربي تزيد زيد أسيدي ربي، زيد لينا العاصفة رعدية محتاجينها. تبارك الله تبارك الله، أمطار غزيرة رائعة جدا. تبارك الله تبارك الله، هادشي رائع جدا. يا سلام يا سلام يا سلام. اويلي اويلي اويلي، اخيرا اخيرا اخوتي الشتاء جات من جديد. حاليا العاصفة رعدية، حنا غادي نديرو لكم الجولة وغادي نصورو لكم امطار غزيرة. تماما، شوف تبارك الله، شوف هاي 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 على اكادير. اخيرا نوبتنا، حيت شحال من واحد قال لك اسيدي اكادير ما فيه الشتاء، مراكش فيه الشتاء، كل بلاصه فيه الشتاء، الصحراء المغربيه فيها الشتاء، اي مكان فيه الشتاء، اكادير ما جات الشتاء. جاتنا واحد الغيره بعد الناس اللي كيقولوا بانه اكادير ما فيه الشتاء. والحمد لله خيرا الشتاء جات اخوتي، والحمد لله والشكر لله. هاد الشتاء يقدر غادي تستمر في اكادير اسبوع، هادي غير البداية، هادي غير البداية. كما كتشوفوا ساعة الامل من هنا، ساعة الامل من هنا اخوتي، تا هي النزول للامطار غزيرة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كما كتشوفوا امطار غزيرة مباشرة. انوي معكم، كلنا مع المنتخب المغربي مربوحة إن شاء الله. يلا ودي شعل، يلا شعل، قلت لي شعل ويشعل. نتمنى إن شاء الله يكون خير. با 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 با، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادشي رائع جدا، يا سلام يا سلام، شحال هادي كننتظرو. شوف شوف
أكادير. شوف تبارك الله أجواء ممطرة. وبارد الحال. ايوا كما كتشوفوا معنا اجواء ممطره تماما. ومن بعد الناس كينتظروا الطوبيس هنا. احنا الحمد لله محظوظين عندنا الطوموبيل. ايوا كما كتشاهدوا معنا اليوم الاثنين البدايه ديال الاسبوع، جاتنا الشتاء، ما اكتشفنا 30 ملم في الساعة في صويرة. صويرة العاصفة رعدية بزاف، وهنا ما قالوش غادي تكون الشتاء في أكادير، وها هي جات. كما قلنا دائما التوقعات غير كيوقعوا، قالوا الشتاء ما غاديش تكون في أكادير، داروا لينا البارح الشمس في أكادير، غنشوفوا اليوم جات الشتاء. حاليا كنتواجدوا حدا القصر ديال ملكنا محمد السادس الله ينصرو، نتمنى ان شاء الله يكون خير. ايوا اش غادي نقول لكم، بيت لا خرج كان قعدتو باش نصوروا لكم الاجواء ديال الشتاء، وهذه غير البدايه ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله يكون خير واستمروا معنا. سمعوا التبروري اخوتي، شوفوا والتبروري ديال بصح، التبروري ديال بصح اخوتي. واو 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 تبارك الله على الشتاء، عاصفة رعدية في أكادير. يلا ودي يلا يلا زيد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. إذا كانت الشتاء في المستوى، إذا كانت الشتاء مش هذا، غادي نصور لكم واد سوس، غادي نمشيو لواد سوس، واد سوس إلى جاب الفيضان، السيول، غادي نصوروه، وتما فاش كاين السيول النواحي ديال أكادير، غادي نصوروه. ان شاء الله بحول الله. نتمنى ان شاء الله يكون خير، هذا الشيء كنتمنى. تبارك الله أجواء ممطرة تماما. شوف أوه 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 أوه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا تبارك الله أخوتي، شوفوا الأرض أجواء ممطرة. شوف هذا الخير تبارك الله، الخير ديال سيدي ربي. أفضل غزيرة كتنزل. أمطر غزيرة بالنعمة ديال سيدي ربي. يا الله هو عاود تاني شعل، هو شعل. يا الله شوفوا أو أو شوف أخوتي، شوف شوف تبروري أخوتي، شوف شوف تبروري. با 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 با. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شتا اخوتي التبروري، واو واو على التبروري تبارك الله. يا سلام يا سلام، شوف شي حاجه اخوتي كتنزل من السماء. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هذا شيء رائع جدا. اجواء ممطره في مدينه اكادير.
وكلنا مع المنتخب المغربي ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي غدا الثلاث باش تكون فرحه رائعه جدا. امطار غزيره وعاصفه رعديه مستمره. او با 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هادشي رائع جدا. شكرا اخويا شكرا. هاي 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 ويلي يا ويلي. عزيز بزاف عزيز علي الشتاء. بزاف عزيز علي الشتاء. هذا اخوتي راكم عارفين سايق بواحد ليد واحد ليد شد الكاميرا. تبارك الله تبروري اخوتي تبروري. وزيد زيد اسيدي ربي زيد لينا التبروري زيد لينا. باغي الفيضان باغيين 200 مليمتر في اكادير. بغينا 200 مليمتر 200 مليمتر اللي بغينا في اكادير. شي واحد هنا شنو بعد شي واحد دابا يقول شنو 200 مليمتر الله يجيبها لك انت بوحدك. ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هاي 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 شو اخوتي شو شو تبارك الله. هاي 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 الامن الوطني. تحياتي الامن الوطني وتحياتي الشرطه ديال اكادير خصوصا وعامه ديال المغرب كامل. الامن الوطني الشرطه الدرك تحياتي ليهم اللي كيديروا واحد الخدمه في المستوى. كما قلنا اخوتي الاجواء ممطره تماما كما كتشوف. عاصفه رعديه كتنزل من السماء مجهده. الله الا مجهده بالله. كاينين شي خدامه مساكن هنا الله يحسن العوان كيشتغلوا هنا شافوا الشتاء وغادروا مشاو. واحد الخدام شتي واحد الخدام من الهين. وكنشوفوا اليوم الشرطه هنا والامن الوطني ما عرفتش كاين شي حاجه واقيله هنا. يلا ودي يلا ودي سربي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الاجواء ممطره الاجواء ممطره تماما في مدينه اكادير. هذا الشيء زوين بزاف رائع جدا. شوف الكوميساريه اللي كاينه هنا. نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى البارطاج ديالكم كما كتشوفوا. امطار غزيره شو الاجواء ممطره وبزاف كيتمتع بالاجواء ممطره حيت هو عزيز عليه الشتاء. دابا هو بزاف عزيز عليه الشتاء. دابا هو محظوظ بزاف بزاف محظوظ ملي كاين الشتاء هو دابا غادي يدير خدمته. اش غادير حيت الشتاء النعمه ديال سيدي ربي. الشتاء ما كاين ما احسن منه والله. راه الشتاء هي كلشي. باش نكون واضحين راه الشتاء كتجيب النفع والسحابات في اكادير هادي هي قاعدتهم بروميان دوزيام. اكادير مع الاسف الشديد طريقت شويه. بزاف الطروبيلات هذا هو السبب. بزاف كان السحام كيكون في شهر 8 وقت الصيف. دابا ولا عفوا ولا السحام كيكون حتى في وقت الدراسه خصوصا البدايه ديال الاسبوع. المهم الاجواء ممطره تماما. نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى الله يجيب غير الصحه والسلامه. هادشي كنتمنوا. برد الحال وما لابس مزيان. ما لبستش مزيان حيت الجو اللي فيه الشتاء صعيب. خصني نلبس مزيان تماما يكون خير ان شاء الله. كما كتشوفوا الشرطه الامن الوطني. نتمنى ان شاء الله يكون خير. كما كتشوفوا مجهده. مجهده الشتاء خوتي والله الا عاصفه رعديه مجهده. بعد الخدامه مساكنه هنا كانوا كيشتغلوا دابا دخلوا تحت الشجاري. هاد تيتيز واين الصباح كيدير زوين.
تكون شتا وتلقى مع التيتيز، هذيك هي الحياه ما فيها. شوف شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف شوف اخوتي عاصفه راه عاديه مجهده. شوف 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 نهايه اخوتي صافي. دابا تخيلوا الى استمرت هاد الشتاء واحد ساعتين كي غيكون هنا. شوف عاصفه رعديه عاصفه رعديه. شوف شوف باب 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 باب. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادشي اخوتي الخير والبركه كما كيقولوا.